ازيكم يا بنات، واهلا بيكم تاني في القناة. انا نوش، والنهاردة عندنا فيديو منتجات خلصتها ورأيي فيها، يا ترى حبيتها ولا لا، هجيبها تاني ولا لا. فلو عايزين تعرفوا كل ده كملوا الفيديو للاخر، وما تنسيش طبعا لو عجبك الفيديو اعملي له لايك، سيبي لي كومنت برأيك، واهم حاجة اشتركي في القناة ودوسي على علامة الجرس علشان يوصلك اشعار او نوتيفيكيشن كل ما ننزل فيديو جديد. ويلا بينا نبدأ. اوكي، انا مقسماهم كاتيجوريز، عامله بادي كير، سكين كير، هير كير، وميك اب. فهبدا بالحاجات القليله الاول، بعدين هسيب اكبر او اكتر حاجات في الاخر. هبدا بالبادي كير، وخلصت الشاور جل ده من بوتس، كان بالباريز اند كريم. صراحه ريحته حلوه، مش واو بس حلوه، يعني سوفت كده نعمل. الناس انا ما بتحبش الروائح القوية، ده ريحته سويت خفيفة مش تقيلة، مفيش ثبات قوي في الريحة، استيل على سعره يعني كان رخيص. انا بالنسبة لي الشاور جل مش لازم ريحته تبقى ثابتة قوي، لان كده انا بحط بعدها بادي لوشن، بحط بادي سبراي، بيكون فيه سكروب، ففي بروسيسز كتير. حتى لو هو بيثبت انا كده هغطي عليه. فالصراحة حبيته وجبت منه ردي تاني، كنت جايبة نوعين وجبت نوعين تانيين بس بروايح تانية مختلفة، بجرب كل الروايح بشوف مين اقربهم. لحد دلوقتي ده من احلى الروايح اللي جبتها. فلو انت زي الشاور جل مش ارجنت ان هو يكون ذات ريحة قوية وإفكت قوي هتحبيه. لو انت بتحبي الشاور جل يديكي النعومة والريحة واللمعان، مش انت، لا مش هو ده. تاني حاجة خلصتها هو البادي لوشن ده من فيكتوريا سيكريت، اسمه فلفت باتلز. خدوا الحاجات سكرين شوت علشان لو حابين تجيبوا زيها. في الاول اول ما جبته ما حسيتوش، وقعدت اقول ليه جبت الريحه دي، مش حساها، لا مش انا. بعدين حبيته جدا 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 جدا، معرفش ازاي. وريحته ثابته، وده كان صدمه بالنسبه لي. انا كنت دايما بحب حاجه باث اند بادي وركس اكتر من فيكتوريا سيكريت، بشوف ان ريحتهم اقوى واثبت، بس لا، ده ثباته لقيته اقوى من حاجات تانية عندي من باث اند بادي وركس، فحبيته وغير لي وجهه نظري دي. بس وجهه نظري دي لقيت ان في ناس كتير بتتفق معايا، ناس كتير بتقعد تقول لا باث اند بادي وركس، لا فيكتوريا سيكريت. فانا حاسه ان هي بتعتمد على الريحه، معرفش، مش قادره اوصف ريحته قوي، بس هي ريحته مش هقول سويت، في ريحه الموند يعني لوز، مش عارفه، في حاجه سويت، في حاجه سويت وفي لوز بسيط كده. بس حبيته الصراحه، لو لقيته شموا الحاجات اللي فيها روائح يا جماعه، شموها الاول لان الناس اذواق. بعد كده خلصت الديودرنت ده او مزيل العرق من تيد باكر. والله في ناس بتقول ان هو رجالي، بس انا ريحته حلوه قوي، ريحته باودر فانا حباها. انا مش عارفه هو رجالي ولا لا، اي دونت ريلي كير، غير ان ريحته حلوه الصراحه كديودرنت. انا ما بحبش السبرايز، انا من تيم الرول اللي هي الكوره دي، انا بحب الكوره، في ناس بتفضل كده وفي ناس بتفضل كده. فانا كنت جبت ده حاجه كده للجيم علشان اريفرش بعدها، لقيت انه حلوه قوي، حلوه قوي قوي قوي، يمكن احلى من الرول اون اللي انا بستخدمهم. ف اوريدي جبت منه تاني دلوقتي وبستخدمه. ف مش عارفه هو رجالي ولا لا، مش عارفه في ناس هتحب ريحته ولا لا، بس انا بالنسبه لي ريحته واو الصراحه. بعد كده هروح للشعر والهير كونديشنر ده من مارك هيل. انتوا عارفين ان انا كنت في ماسك كده من مارك هيل بحبه قوي، هو نفس ده تقريبا بس كان في علبه 1 مينيت ماسك، ده بقى كونديشنر هو نفسه تقريبا وبالارجان، وانتوا عارفيني برضو بحب الارجان. ف مش بحلاوه الماسك اللي في العلبه، بس انه ستيل نفس ريحته بيفكرني بيه، بما انه هو اتقطع، مش اتقطع، غيروا شكله وغيروا فيه، فلسه ما جبتوش وجربته. يعني مش اقوى ترطيب، يعني هو المفروض ان هو بيرطب، هو للشعر الجاف والمتضرر من الصبغه او التقصف او الحاجات ديت. مش اقوى ترطيب بس هو ميديوم، يعني مش سيء ومش واو، هو في النص. فده كنت بحطه في الايام اللي انا كنت مثلا ببقى حاطه فيها ماسك قبل ما ادخل الشاور، فانا مش محتاجه ترطيب قوي تاني في الشاور، او انا حاسه ان شعري مش ناشف قوي، فده كان بيبقى تشويس حلو. وهو طبعا بارابين فري، هو فيه 14 اسينشال اويلز وبلانت اكستراكت،
في 14 زيت وانا شايفاهم يعني هم كاتب حاجات كتير قوي قوي قوي، ف علشان كده هو بيهايدريت. ارجع اقول مش اقوى حاجه، بس الناس اللي هي يعني شعرهم مش محتاج ترطيب قوي هتحبوه اكيد. عجيبه ولا لا، بما ان انا في رحله البحث دائما عن حاجه احلى، ما اعتقدش ان انا هجيبه، بس انا عايزه اجرب الماسك الجديد بتاعهم ان شاء الله هجيبه واجربه، بس اما اخلص شويه حاجات من عندي لان بقى عندي حاجات كتير لسه ما استخدمتهاش. بعد كده بانتين بديل الزيت مشهور قوي، كنت جربته عند واحده صاحبتي وحبيته فقلت هشتريه نشوف ايه الموضوع. وهو المفروض ان هو للترطيب. اول ما جبته استخدمته اول استخدام مره اتنين، كنت حسيت ان انا فين الانبهار اللي انا انبهرته اول مره، لدرجه ان انا شكيت انه مش هو، بس لا طلع هو. بعد كده انا خلصته علشان يعني بحاول اديله فرصه تانية، بس انا حسيته عادي خالص خالص. انا شعري جاف وكان في سحب لون وصبغه وحاجات كتير، فالاطراف متدمره ناشفه. ما كنتش بحس ان هو بيديني ترطيب، انا بستنى ترطيب، بحط حاجات ترطب بعد الشاور، ما كنتش حاسه باي ترطيب. يمكن عشان انا عندي حاجات ترطيبها اقوى فقلل الدف نظري، ما اعرفش. بس لو انت برضو مش جفاف قوي اعتقد هتحبيه. انا بالنسبه لي صراحه ما حبيتوش ومش هعيد ان انا اجيبه يعني. بعد كده اخر حاجه عندنا في الشعر، ودايما بحب اسيب اكتر حاجه بحبها في الاخر، وهو زيت الارجان من انكتو. زيت هو هير اويل، بس هو عامل زي السيرم. طبعا انا اتكلمت عنه قبل كده قد ايه انا بحبه، رحت جبت منه تاني. اولا بص ريحته عاديه، يعني لا ريحته حلوه ولا ريحته وحشه، انا يعني مش فارق معايا الريحه. ملمسه شويه يعني الناس اللي شعرها دهني ما اعتقدش ان ممكن تحبوه. انا بحب اركزه اكتر حاجه على الاطراف لانه بيديها ملمس ناعم، بيهدي الهيشان، بيدي لمعه للشعر، وكمان بيساعد في التسريح لو انت من الناس اللي شعرها بيتكعبل بسرعه او كيرلي وبيمسك في بعضه. صدقيني ده هيسلك لك الموضوع ده ويحله لك على الاخر. طبعا هو غيره شكله، مش ده شكله، الشكل الجديد يعني عندي اوريدي. وفوجئت انه بوتس لما عملت سيل ما كانش نازل في السيل. نزلوا الكوكونت عليه سيل، بس ده ما نزلوش عليه سيل. تدرين ليش؟ لانه والله تمنوا فيه. انا ما اعرفش ايه ما نزلوهوش سيل، طبعا انا بهزر، بس اعتقد ان هو لان هو حلو قوي اعتقد، وانا بفتي طبعا دلوقتي. بس زعلت طبعا هم ما نزلوش في السيل، عشان انا كنت اوريدي جايبه اتنين وكنت مستعده اجيب تاني بعد السيل، بس لما لقيتهم حاطين له قشطه يعني بنفس السعر فقلت لا خلاص تمام، مش خسرانه كتير يعني. فادوا له تجربه وقولوا لي رايكم. طبعا يا جماعه مش كل حاجه بتمشي مع اي حد، شرط ان هي تمشي معاكي، راعي الموضوع ده. فحطي في بالك الموضوع ده كويس قبل ما تجيبي اي حاجه، ان مش شرط ان هي مشيت مع، ممكن تبقى اختك معاكي في البيت نفس كل حاجه، حاجه تمشي معاها ما تمشيش معاكي، ده طبيعي ده نورمال. بعد كده نروح على الميك اب. حبيبي حبيبي مش قادره استغنى عنه ابدا، هو الباودر بتاع فلورمر الكومباكت باودر. هقول درجتي علشان في ناس كتير بتسالني عليها، اسمه لايت بورسلين بيج رقمه 95. لايت بورسلين بيج لوني ثم لوني ثم لوني، لان الدروج ستور وحتى الهاي اند ما بلاقيش لوني فيه. فاحب اشكر فلورمر اللي عملت الرينج ده من الشيدز لحد ما وصلت للدرجه دي. بحترم الشيء ده الصراحه. سيبكوا بقى من اللون، ناعمه بحس ان هي بتعمل فلتر. انا ممكن ايام كتير ما استخدمش كونسيلر واستخدمها هي بس، اوكي مش احلى حركه في العالم، لان ساعات ممكن الباودر تكتل، بس انا كسل مني فبقوم مستخدمها هي. اولا بتدي كفر، الكفر مش عالي، كفر لايت لو انت ما عندكيش مشاكل كتير. انا عندي عروق زرقاء حوالين العين فبطبطب اداريها، بحس ان هي بتعمل زي فلتر تحت العين كده، تحفه تجنن احبها. طبعا الى اخر قطره وقعت اتكسرت ما سبتهاش ما رحمتهاش، كملت استخدامها برضو لحد ما خلصتها. بعد كده خلصت قلم الحواجب ده من بنفيت اسمه بريسايسلي، وهو مفيش حاجه اطلعها منه بسرعه، بس هو قلم رفيع للناس اللي بتحب ترسم حواجبها شعره شعره. يي
جامد. طبعا ده الميني سايز، ده مش الفول سايز بتاعهم، ده الحجم الصغير. ودرجتي فيه كانت 3 نوعا ما فاتحه شويه. انا كنت جايباه ايام ما كان شعري بلوند، فكنت عايزاه فاتح شويه. معرفش دلوقتي هل التلاتة هيبقى حلو ولا لا، مش عارفه يعني. المهم هو للناس اللي بتحب ترسم شعره شعره، لو انت مثلا حواجبك خفيفه قوي او ما عندكيش شعر، ده مش هيملى، ده بس يعني هي عارفين الرتوش، هو للرتوش من الاخر، مش تعتمدي عليه. صراحه انا حبيته وهرجع اجيبه ولا لا، اعتقد هرجع اجيبه يعني، بس مش دلوقتي، ما زلنا في رحله البحث عن حاجه للحواجب. بعد كده حاجه انا مش عارفه احطها في انهي كاتيجوري، فانا هتكلم عنها وخلاص. بس ارجوكم قبل ما تجيبوها استشيروا الدكتور الاول. هي قطره مرطبه للعين، انا بحبها جدا، هي ملهاش ملامحها رايحه. انا بحبها لان انا كنت عامله ليزك، فالليزك بيعمل جفاف للعين على مدى الحياه تقريبا كلها، بيقل مع الوقت لو انت بتهتمي وبترطبي عينك، بس بيستل بيبقى موجود وفي ايام بيزيد عليكي. فالقطره دي كانت الدكتور هو ساعتها اللي كتبها لي. في ناس كتير بتستخدمها من غير ما يبقى عامله ليزك او اي حاجه، فاسمها سستين الترا. الناس اللي بتحط لانسز بتحس ان اللانسز بتضايقها او كده ممكن تستخدميها، بس ارجع اقول استشيري الطبيب قبل ما تجيبيها. انا بالنسبه لي لا غنى عنها في حياتي. بعد كده اخر كاتيجوري عندنا هي السكين كير، وانا مبسوطه من نفسي لان كميه الحاجه اللي انا مخلصاها في السكين كير، لان انا دايما بقول استثمري في السكين كير، ما تستثمريش في الميك اب، ما تداريش عالجي لو في مشكله، اهتمي ببشرتك علشان ما يأثرش عليها حاجة. هبدأ بغسول كان وصلني من يونيول، I think بيتقال كده اسمه، هو بالألوفيرا. حبيته ومخلصة الآخر. بصوا قطرة، بصوا أنا كسراه، أنا كسرته علشان أجيب آخر حبة فيه. أحلى 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 حاجة إن هو كريمي، ما بينشفش الوش. سقفة سقفة. أنا بحس إن أي حاجة كورية دايما بيراعوا الموضوع ده، يعني صعب. ما استعملتش حاجة كوري لقيتهم بتنشف الوش، لان الترطيب هو سر نضارة وان بشرتك تفضل شباب، هو الترطيب. فحبيته حبيته حبيته. يونيل موجود على جولدن سنت، ابليكيشن جولدن سنت. بالنسبة للغسول هجيبه تاني ولا لأ، لو اتيحت لي الفرصة ان انا اجيبه دفنت لهجيبه، لانه صراحة كنت مرتاحة عليه جدا. بعد كده اي ميك اب وفيس ريموفر من سيفورا، هو كان بالرمان وكانوا حاطين عليه عرض سيل تقريبا، كانوا منزلينه على بنار ولا حاجة، فاللي هو ايه تعالى لما نجربك يعني سعره حلو. بصوا هو عادي، بس يعني مش اقوى مزيل ميك اب. لو انت مستنية حاجة تحطيها كده على قطنة وتعملي كده وتلاقي الحياة وردي، لا، بس هو حنين ما بينشفش، دي حاجة أنا بحبها. فلو لقيتيه في سفارة وحاطين عليه عرض give it a try يعني. مش عارفة أنا هرجع ممكن أجيبه ولا لأ، لأن دايما بلاقي حاجات تانية options تانية أجربها، فمش عارفة إذا هرجع أجيبه، بس يعني أعتقد إنه مش واو، فمش يعني ما أعتقدش أنا هجيبه. بعد كده sunscreen أو sunblock من نفس البراند الكوري اللي هي اسمها يونيول، يا رب أكون بقولهم صح لأن أنا مش عارفة يعني. ده شكله مع ان شكله صغير بس قاعد عندي كتير، وانا يعني انا كل يوم بحط صن بلوك، كل يوم، مفيش يوم بنزل يمين من البيت من غير الصن بلوك. طبعا الاس بي اف بتاعه 50، بس ده حلو صراحه، ما اشتكيتش منه في اي حاجه، لا بيعمل طبقه زيت ولا بيعمل طبقه بيضة، بيتشرب بسرعه، فما شفتش اي مشاكل للامانه معاه يعني. ما اقدرش اقول ان هو لقيت له اي عيوب، فحبيته الصراحه. تجيبه تاني ولا لا مش عارف. بس لو متاح بشكل يعني سهل ان انا اجيبه، ممكن اجيبه. بعد كده برودكت دايما معرفش ليه بستسهل وبجيبه. لانه رخيص وما بتضايقش منه، اهم حاجة انا ما بتضايقش منه. هو كريم العين من بوتس الصغنن الجميل ده اللي بالخيار، هو اي جل بيرطب حوالين العين. حاجة يعني سعره حنين بسيط، ما فيهوش اي حاجة، جبته كذا مرة. اعتقد ان انا هجرب حاجات تانية بقى، كفاية خلاص، عايزة اجرب حاجات تانية، فحبيته. لو البادجت بتاعتك صغيرة ارشح ده جدا. لو انت عندك مشاكل حوالين العين يعني تجاعيد او تجاعيد عندك بتظهر بسرعة،
مش ليكي ده للناس اللي لسه مبتدئه في الاي كريم ومش حاسه ان هي الايجنج او الشيخوخه عندها سريعه. بعد كده عندي مرطب شفايف. اتنين، هتكلم على اول واحد اللي اتكلمت عليه قبل كده كتير، هو مرطب الشفايف من لونا، ده كان بالكوكونت. انا مش مخلصاه، انا دخلت بقى كنت بجيبه من جواه. بحبه قوي، سعره رخيص، موجود في مصر مش موجود هنا في الكويت للاسف، كنت بجيب منهم خبيهم عندي ويفضلوا عندي. بحبه، اي ريكومند. سمعت ان في حاجه تانية احلى بس انا بحب ده قوي، وبحب خصوصا بتاع الكوكونت، مع اني ما بحبش ريحه الكوكونت قوي بس صراحه لا ده ريحته حلوه، ريحته سويت، ريحته كاندي كده، حبيته. اكيد لو اتيحت لي الفرصه اكيد هرجع اجيبه ان شاء الله سون. تاني مرطب شفايف هو من اوتو او، كانوا اوتو او بعتنهولي برضو. يعني بصوا انا باكلهم من جوه، باكلهم. كنت بحبه لان هو كان لونه اصفر، مش اصفر، كريمي كده مصفر، وتحطي كان بيدي لون بسيط، وانا بحب الحركه دي، ما بحبش اللون قوي، ما بحبش طبقه كده تكون عامله زي البلاستيك، يعني مش عارفه، كنت بحب ترطيبه قوي الصراحه. حبيته جدا. سعره حنين. بصوا الباكجينج الصراحه، يعني اوتو او انا بحب الباكجينج بتاعتهم، التفاصيل يعني تعبانين على الحاجه بتاعتهم، فحبيته ولو اتيحت لي الفرصه اعتقد ان انا هجيبه. انا بحب اوتو او كل حاجتهم تقريبا. بعد كده نيجي بقى على المرطبات. انا مخلصه 1 2 3 4 دي خدت 5 كريم ليل بقى، كريم نهار. بصوا هتلاقي الكولكشن مليانه يعني. طيب اول واحد هبدا بيه هو يور جود سكن، وكان فيه اس بي اف 30، هو كريم نهار يعني بيقعد كتير قوي، هو 75 ملي وقعد كتير قوي عندي، يعني ما بيخلصش بسرعه. بحبه، يعني ما بحسش ان هو بيضايقني في اي حاجه. السعر برده حنين للناس اللي البادجت بتاعتهم صغيره، هو موجود طبعا في بوتس، معظم الحاجه تقريبا عندي من بوتس يعني. حبيته، هجيبه تاني ولا لا؟ مش لا علشان اجرب حاجات تانية، مش لا عشان هو وحش للامانه يعني. بعد كده دي كانوا بعتنهولي براند كوري اسمه بي ار تي سي، ده شكله هو بلامش سوذنج موسترايزر، وهو بالاعشاب، وهو بفوت حاجه طبيعيه ومكتوب عليه بالكوري وميد ان كوريا. يعني بص انا حسيت فعلا ان هو من كتر ما هو خفيف، اولا بيتشرب بسرعه، مفيش طبقه كده بيضه، خلص بسرعه قوي يعني، انا ما لحقتش، دي الحاجه الوحيده اللي انا اتضايقت منها، ما لحقتش اقيمه لانه خلص بسرعه. ما اعتقدش ان انا هجربه تاني لان كمان يعني مش عارفه اكزاكتلي بيطلب ازاي صراحه، كان مبعوت لي، ف هندي فرص لحاجات تانية عادي عادي. بعد كده اتكلمت عليه قبل كده، هو النايت او سليبنج ماسك من ميفيك بالهايلورونيك اسيد. انا اي حاجه مكتوب عليها هايلورونيك اسيد تعليلي تعليلي. هايلورونيك اسيد يعني مهم جدا للترطيب، بيحفظ الميه جوه البشره، لو في رطوبه في الهواء بيشد الرطوبه دي ويديها لبشرتك، ف مهم جدا الهايلورونيك اسيد علشان يحافظ على البشره. ده بيتحط بكميه كده بطبقه وفيره على الوش وبنام بيه، مش كل يوم لانه شويه يعني لما تحطي طبقه منه تقيله ممكن يبقى تقيل مش كويس لكل يوم، بس حبيته. دي كانت تاني مره اجيبه، واجيبه تاني ولا لا عايز اجرب حاجات تانيه ارجع اقول، ف مش هجيبه، هنجرب حاجات تانيه. بعد كده كريم ليل من بوتس، من الاكسبرت سكين كير، لنوع البشره نورمال طبعا، عندهم دراي واويلي، فاختاري اللي يناسب بشرتك. طبعا هو صغير وعلى سعره تمام، مش اقوى ترطيب بس ترطيبه عادي يعني، بما ان انا بحط مثلا هايلورونيك اسيد او سيرم وبعدين بحطه وبحط كريم، يعني بحط حاجات، فيعني لو هو حتى مش قوي في حاجات تانية بتساعده. لو البادجت بتاعتك قليله ده هيكون مناسب جدا ليكي الصراحه، بحبه، ما كانتش اول مره اجيبه، ما زلت بستخدم كريم النهار بتاعهم، بحبه. هجيبه تاني ولا لا؟ لا علشان اجرب حاجات تانية مش عشان هو وحش زي ما قلنا. بعد كده المرطب ده من بيور هيلز، برضو براند كوري كانت وصلاني، وهو بالعسل مفروض وحاجات ناتشرال اللي جواه. حبيته، كانت طبقته كده، انا كنت بستخدمه بالليل لان هو تقيل يعني على الوش،
فالكريمات التقيله ديت بتبقى احسن بالليل لانها بتحفظ الرطوبه وبتقعد مده اطول. لو حطيتي فيها ميك اب هيزحلق الميك اب وهتبقى فيه كوارث. فده كنت مخليه بالليل وحبيته الصراحه، حسيت ان هو يعني محتاجه استخدمه اكتر علشان اقدر احكم عليه. ترطيبه كان حلو، بان هو كنا بنقول ان هو يعني طبقته سميكه كده فبتعمل طبقه على الوش، حبيته الصراحه. ولو اتيحت لي الفرصه اكيد هجيبه تاني. بعد كده لسه كنت متكلمه عنه، هو الهايلورونيك اسيد ماي فيفرت، عشان كده سايباهم في الاخر. استخدمت اتنين، واول واحد هو كان من بانكسير، كانوا بعتنهولي، هو امبوله كده صغيره بس قعدت يعني استخدمها بالراحه بالراحه عشان مش عايزاها تخلص بعدين خلاص بقى يعني مش هنهزر يعني. طبعا حبيتها، وكانت اكتر حاجه لاحظتها ان هو بيخلي الميك اب يثبت، معرفش كان في حاجه ستيكي فيه، فالكونسيلر او اي حاجه بحطها بيلزق في ستيكنس كده، فحبيته. ودفنتلي لو اتيحت لي الفرصه هرجع اجيبه بما ان سعره حنين. انا اسفه انا ما بفتكرش الاسعار، في حاجات كتير بتكون مبعوتالي فاعذروني، انا وحشه قوي في موضوع الاسعار ده. كمان حاجه كانت مبعوتالي هايلورونيك اسيد، هو من البراند دي سي ال اي في اي في، اعتقد هو رقم 4، وبرده هو براند كوري ومكتوب عليه كله بالكوري. حبيت الهايلورونيك اسيد، كان سميك تقيل كده، حسيت ان الباكجينج بصوا لكجيريس يعني لا متكلف الصراحه، حبيته. وهو بيخلص كنت لا بليز بتخلص بليز بليز. فلو اتيحت لي الفرصه هجيبه. ليه بقول لو اتيحت لي الفرصه؟ لان الحاجات ديت لازم تطلبيها اونلاين، مش موجوده في السوق. فبعيدا عن بقى البراندات بتاعه الهايلورونيك اسيد دي، لو لقيت اي حاجه مكتوب عليها هايلورونيك اسيد اشتريها. الهايلورونيك اسيد هو دلوقتي الترند، او زي ما بيقولوا الهبه، او الموضه الجديده اللي في السكين كير، او الدراسات الجديده اللي يعني قالت ان هو ده من احسن الحاجات. الفيلرز اللي بيحقنوها بتكون مكونه من الهايلورونيك اسيد والاحماض الفواكه، فده حاجه اوريدي جوه بشرتنا، فاحنا لما نحطها مفيش منها ضرر قوي. وبكده نكون خلصنا فيديو النهارده. قولوا لي لو كنتوا جربتوا اي حاجه من الحاجات ديت، قولوا لي انتوا كمان حبيتوها ولا لا، هتجيبوها تاني ولا لا. قولوا لي انتوا كمان في ايه خلصتوه عندكم وحسيتوا ان انتوا حبيتوه او ما حبيتوهوش، هترجعوا تجيبوه تاني ولا لا. استفيد من خبراتكم واجرب حاجات برضو انتوا مجربينها. طبعا ما تنسيش تعملي لايك لو عجبك الفيديو، واخيرا وليس اخيرا ما تنسيش تتابعينا على السوشيال ميديا بتاعتنا، على الفيسبوك تويتر انستغرام سناب شات تيك توك، واكيد على اليوتيوب. هتلاقي كل الاكونتس تحت في الديسكربشن بوكس فوق الفيديو دوت. لو انت على الفيسبوك كان بتظهر على الشاشه خلال الفيديو، وكمان هتظهر في اخر الفيديو ده. اشوفكم الفيديو الجاي، باي باي. الكلام اول مره اقوله كل فيديو اللي هو بيكون ده، بقعد ده استنى انا تخشوا معايا في التفاصيل. ده البوكس اللي انا بقوم مصوره بيه في اخر الفيديو، عامله الحركات دي. اوكي علشان ابين البرودكت، بص بعض ارص حاجات جوه علشان ايه، مثلا لما نحط ده كده يبقى باين من البوكس. بص لا في مجهود يعني، لا مش كده وخلاص. بعدين الحاجات الطويله قوي بنحطها على الحاجات القصيره جوه، مش كلهم طوال اللي جوه، في حاجات قصيره فنحط عليها الطويل، وايه مش زي المدرسه كده الطويل ورا والقصير ايه قدام. بالدور يا جماعه. مش لاقي الساعه ولا الولاعه، انا مش مسطول. بصي في شنطتك. لا يو نو وات، بما ان هو لا طويل قوي، لا مش تخيلوا بعد كل الشرح ده وعملت نفسي فيلسوف فمش نافع، فنشوف حل تاني. نشوف حل تاني. يقول الشاعر اولني كلام مش عايزه اقوله والله، يعني حاجاتنا حاجه يعني كده. انا راضي زمتك. تخيلوا بعد كل البص، الرصه متعوب عليها، الرصه متعوب عليها. عارفين لو حاجه وقعت في خيالي من قبل ما اكون وياك، وسنين وانا بستناك، عايش على نار الشوق. كسل الشتاء كسل عادي، انا ممكن فجأة احس ان انا كده عايزه اني بات الشتوي البيت الشتوي.
عايزه انام. التوابت صح. الله يقين. فيها كام تنتوفة نخلصهم بقى. ازيكم تحيرك تغيرك تخليك ترجعي لعمر اللي فات.